عندنا اكتر من عزاء واجب الحقيقه. في البدايه بنتوجه طبعا بالعزاء، يعني عزاء واجب في وفاه والد احمد نبيل كوكا، اللي كان حقيقه عدد كبير جدا من لاعبي الفريق كانوا حريصين هم والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء للاعب ومواساته في هذه المحنه بالامس. ايضا عايزين نتوجه بالعزاء لوفاه شقيق كابتن سيد معوض نجم الاهلي نادي الاهلي طبعا السابق اللي توفي بالامس صباحا، وبرضه يعني خلينا نقول الله يرحمهم يا رب ويصبر اهلهم طبعا. أمين. الواحد ما بيبقاش سعيد ابدا لما بيبتدي اي حلقه او اي يوم حتى او يعني او اي خبر بيتكلم فيه عن وفاه، لكن للاسف هي دي سنه الحياه. لكن يعني فيما يختص بوالد احمد نبيل كوكا طبعا كان مشهد محترم جدا من كل اللعيبه اللي نعوه على السوشيال ميديا، كانوا متواجدين ويعني كانوا حريصين ان هم زي ما بيتقال كده يبقوا واقفين في الشده جنب زميلهم اللاعب الكيان اللي بينتموا ليه، او يعني سميها زي ما انت عايز، حتى لو واجب انساني مش شرط ابدا تنتمي لنفس يعني النادي او نفس الفريق او نفس المنتخب علشان يكون عندك الشق الانساني، بس فعلا كانت كلها مشاعر محترمه جدا. لعيبه من النادي الاهلي ولعيبه من خارج النادي الاهلي كانت حريصه ان هي تكون موجوده وتقف جنب يعني كوكا، ربنا يصبره يا رب. بتوجع جدا لان كمان طبعا احمد نبيل كوكا من اللعيبه اللي والده كان مرتبط بيه جدا، يعني مش كل الناس كده مش كل اللعيبه كده، بس برضو والده كان بيبقى حريص دايما ان بعد نجاح اي بطوله ليه او اي يعني انجاز ليه رياضيا كان بيبقى دايما بينزل صور معاه وكان بيبقى حاطط الميداليات بتاعته، فطبعا اكيد الوجع بيكون صعب جدا. ربنا يصبره ويصبرنا جميعا رحمة يا رب. الله عليه.